السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا رئيس الاتحاد الليبي وين يعلن، يعني وين رفض نقولوها ونعاودوا، وين كنا نقارعوا انا واحد الناس كان على بالي بلي عرضوا عليه باش يلعب في البطولة في يعني الجزائر، تعطيه ملاعب تاع يلعب، يعني وين تكلم هو وين قال في المسيره وين باحتضان الدور السداسي التتويج باللقب الدوري الليبي شريطة حصولنا على الدعم المالي، يعني وين تكلم عليها هو، لكن وين رفض وراح للمغرب، يعني وين قال لهم المغرب سيحتضن الدور السداسي التتويج للتتويج باللقب الدوري الليبي. شوف كيفاش احنا معانا دومون دراهم، احنا هذا الشلماني، حصولنا على الدعم المالي، يعني شريطة حصولنا على الدعم المالي، لكن مع المغرب، يعني وين قال لهم المغرب هي اللي غادي سوف تحتضن يعني دور السداسي التتويج باللقب الدور الليبي. يعني شوف كيفاش، وين شاهدنا هذا رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، يعني وين اشترط حسب الاخبار، ما على بالناش انا بصح الله هدر واش كاين، وين قال لك يشترط يعني على الاتحاد، يعني هما وين قال لك باللي الاتحاديه الجزائريه تحاورت معاه باش يلعب يكمل السداسي التتويج باللقب الدور الليبي الدور السداسي، ولكن هنا وين شرط وين قال بان يجب حصول على الدعم المالي، ولكن مع المغرب وين قال بان سوف هو الذي سيحتضن المغرب هو الذي سيحتضن الدور السداسي للتتويج باللقب الدوري الليبي. هاك تشوف كيفاش حنا المهم نجيبوا اخبار ننقلوا اخبار شكاش مكاش وصعيك. وين اعلن عبد الحكيم السلماني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عن اقامة مرحلة نهائية من الدور الليبي في المغرب وفق الشروط وفق الشرط الوحيد، وقال السلماني في تصريحات تلفزيونية لاتحاد كرة القدم في البلاد قرر إقامة الدور السداسي التتويج بالدور الليبي الممتاز في المملكة المغربية، وتبع سيتم الاتفاق مع طواقم التحكيم من دول مختلفة لإدارة مباريات المرحلة نظرا لحساسية وأهمية المواجهات بجانب تطبيق تقنية الفيديو المساعد، وهذا ما يساعدنا في الملاعب المغربية التي تتوفر على هذه التقنية. وسبق وأن استضافت تونس مباريات السداسي التتويج باللقب في الدوري الليبي في الموسمين الماضيين، حيث توج الاتحاد باللقب في الموسم الرياضي 2021-2022 في حين حصد الأهلي طرابلسي كأس في الموسم الماضي، وضمن ضمن ناديين النصر والأهلي البنغازي والهلال التأهل إلى الدور السداسي لمنافسة على اللقب الدوري عن المجموعات الأولى، في حين سجل كل من الأهلي طرابلسي والمدينة وآخر يعني السويحلي حضورهما في عن المجموعة الثانية. شوف هنا وين هو دوموند هذا الصوالح، حنا الله يسهل ما يلعب هنا، إلا بغا يلعب هنا في الجزائر مرحبا به، يروح يلعب في المغرب ثاني كاين دولة عربية، لعب كان يلعب في تونس، كان يلعب في تونس ثاني نورمال، لعب كان يلعب يكون لعب في مصر ثاني عادي نورمال. نتمنوا لهنا برك والأمان في بلد عربي وهو ليبيا، يعني عودة يعني التلاحم والروح الوطنية هي قبل كل شيء، قبل كرة القدم قبل كل شيء. هذه اللي نتمناوها برك انا واحد الناس، هذه نتمناها، نتمنى ما خاصك تتألم كي تشوف بن عمك جارك ولا مضرور تتألم مهما كانت، مهما كما كنا نشوفوا يعني المشاكل اللي كانوا كاينين عندهم، تنظر خاطر حنا ذوك المشاكل حنا فتنا فيهم. ما نتمناو اي بلد عربي يفوت في المرحله اللي فتنا فيها حنايا، مرحله صعبه ماهي سهله، هذه اللي نقول لك مرحله دونجي ماهي سهله. الخو ما يوليش يأمن في خوه، صاحب ما يوليش يأمن في الصاحب، ما تنجمش تهدر، هذه هي اللي صعيبه. حنايا حنا نتمناو ان شاء الله يا ربي يعني وين ما تلعب ليبيا الدوله هذيك هي البلد الثاني تاعهم ولا البلد تاعهم نورمال عادي ما كاش كاع اشكال. حنا شاهدنا الناس اللي هنا يكومونتو واحد يقولوا ولاو لهنايا راهم يعايروا فيه، كاين اللي راهم يعايروا فيه.
كاين توانسه يعايروا فيه جزائري، كاين مغاربه، كاين مغاربه يعايروا يشكروا فيه، يعايروا فيه جزائري يشكروا فيه، يعايروا فيه توانسه يعايروا فيه يشكروا فيه، يعني كل واحد وكيفاش. حنا ما نعايروا حتى واحد، انا نهضر كره قدم والله لا عينا من هذه تاع عاير ودير ومنا ومنا، عينا منها ما تخرجش. خاطر علاه؟ راهي دوله عربيه هذه، تعاير تما راك تعاير في روحك، تعاير دوله عربيه راك تعاير في روحك. سبحان الله، تمنى الصبر لبلد عربي راك تعاير في روحك فالك. على هذيك ان شاء الله بربي ما يكون كاين والو، وين ما بغاو يلعبوا بلادهم، وين ما بغاو يلعبوا بلادهم، يعني ما نبقاوش احنا ما نبقاوش قالوا ها داروا ها عملوا ولا لا، عيب لا اخويا، وين ما يلعبوا هذيك بلادهم، هذه يا اخويا. نتمنى ان شاء الله هذه يا خويا، انا وما كانت الله يسهل عليهم. شو بير انت كي تشوف فيها؟ روحوا بعيد في كوب دافري في اللون. يا ودي نورمال، ما كان والو خويا. ما كانش نورمال. صعيبة صعيبة. يا ودي الله يسهل عليهم. شو بير بريزيدون تاع المولودية خرج يدافع على بلادي، الله يسهل عليه اللاعب تاعو يدافع عليه ولا ما يدافعش، عارف نورمال. يا ودي خرج هادو قاع صوالح يعني نعرفوهم حنا كي دايرين الشعباوية، منا يتبعو واش كاين الشعب وصايك، هذا مكان يتبعو واش كاين الشعب وصايك، واش الشعب واش باغي وصايك، هذا مكان. يا ودي لازم تكون الله يسهل عليهم خويا، الناس دي تخدم خويا، الله يسهل الناس دي تخدم. شو بير محرز غادي يولي مانشستر سيتي، ان شاء الله 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 ان شاء الله، كلش يجي في وقته خويا، كلش يجي في وقته ان شاء الله يا اخوي. ان شاء الله اخوي ان شاء الله. وكيف نشوف فيها؟ كي تشوف فيها شو بير نجيبو 6 نقط، غادي نجيبو 6 نقط ان شاء الله بربي، علاش لا؟ نجيبو 6 نقط. يا خويا نزيدو عليها، لا ما نزيدو صاحبي، انت تهمك على بالك انا واش راني مخلوع، راني مخلوع في هذو الجماهير اللي خرجوا 2019 في سيبورتو مدرب ما سيبورتوش منتخب. هاك تشوف دروكا مضد المنتخب نورمال، ما عندهمش حاجه ينقلب لك على المنتخب الوطني، يتمنى المنتخب الوطني يخسر. وان شاء الله حنايا هذو الجنابه ان شاء الله بربي ما يكونوش معنا في طول، نربحو ان شاء الله. هذه هي ايوا باش نربحو برك، هذا مكان باش نربحو. دروك مصاوي يلمونا، مصاوي يلمونا دروك صايك. مصاو فلان قال بلي محرز 100 زوار، فلان قال بلي محرز 100 زوار، الارقام جايبين الارقام وجايين، يعني ما كاش كاع تصوالح تشوفهم والله رسالكم يضركم.
راهم يحطوا ظروف امير سعيود والله العظيم يهضروا على امير سعيود. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجيو لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. نمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيتكم.